بس أكد على نقطة إن هاني حتحوت كمقدم برامج هو مميز جدا، كان عنده فكرة، عنده ثقافة، برضو عنده آراء ومواقف. أعتقد إن لما يبقى مقدم برنامج لا يجمع عليه جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك بصفة إن هم دول قطبي الكرة المصرية، وفي الوقت ده يعرف إن ده برنامج حيادي، لا هو برنامج ينتمي للنادي الأهلي ولا برنامج بياخد صف في نادي الزمالك او اي نادي في مصر. هو يمكن عنده ميزه كبيره ان هو مهتم بكل الانديه، حتى الانديه اللي هي في القسم الثاني، لو بقى في ازمه او في مشكله او نادي عنده ازمه او عنده اي حاجه فبيهتم. عنده برضه اهتمام بالملفات وبالقضايا شويه، يمكن لو في قضيه تخص اتحاد ما او قضيه بتاثر على اللاعب في لعبه من الالعاب الشهيده هو دايما بيبقى متصدر المشهد في القصه دي وبيتكلم فيها. طبعا برنامج الماتش من البرامج المميزه، من البرامج اللي انا بتابعها. يعني هاني حتحط طبعا صديق عزيز، وهو مقدم برامج رائع ومقدم برامج محايد، واهم شيء ممكن يكون بيتمتع بيه هاني حتحط وهو ان هو محايد. طبعا انا مش هنسى طاقم الاعداد كله طبعا، وهم كلهم يعني اصدقاء وناس انا بحبهم جدا في المجال وبشوفهم ناس مميزين جدا، طبعا بقياده طبعا الاستاذ احمد جلال، وبشوف طبعا يعني انا من زملائي في الاعداد في كريم طبعا، وفي احمد شاكر، وفي عدد كبير طبعا من الزملاء مراسلين طبعا على اعلى مستوى. برنامج كله طبعا او مجمله طبعا شيء مميز جدا، بيقدم اعلام رياضي هادف، بيقدم كمان يعني هاني حتى خلال الفتره اللي فاتت يعني ظاهر بمستوى رائع وظاهر بمستوى حيادي مميز جدا في بعض المواقف اللي كنا بنحتاجها ان احنا نشوف اعلام طبعا واضح واعلام محايد في ظل فتره طبعا بيتحكم فيها بعض السوشيال ميديا، بيتحكم فيها بعض الصفحات. انا شايف ان برنامج الماتش من انجح البرامج فعلا بزجاجنا على الوسط الرياضي. يعني عايزين نقول ان احنا لو هنقارنه ببرامج كبيره موجوده عندها امكانيات اكبر منه بكتير، لا البرنامج واخد نسبه مشاهده محترمه وواخد نسبه متابعه محترمه. انا واحد من الناس اللي بتابع، يعني بحب اتابع الفقرة، خاصة الفقرة التقديمية للبرنامج أنا بحب أتابعها. لو هنتكلم مقارنة بالإمكانيات زي ما قلت لك، لا هو البرنامج واخد مكانة كويسة، الإمكانيات مش موجودة، الحقوق مش موجودة، في منافسة صعبة جدا مع برامج كبيرة مع أسماء كبيرة جدا. طبعا لو هنتكلم على مقدمين البرامج مع أسماء كبيرة، ومع ذلك الماتش بهاني حتحوت مقدم برنامج فريق إعداد طبعا بالكامل محققين نجاح، يعني أنا شايف إن هو مقارنة بالإمكانيات ممتاز.